حضن المسيح ودم السماء توقد ومعي معيار النتشر شفاء أبو غير أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأباء وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة إذا ما تتحبكم معي جملة من باب العمود للأرض فإذا العروبة أشركت طلعوا الأزمة وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله بشري ومن اليهود تحرري نفديك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود حضن المسيح محمد ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الغباء وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة ليش هيك بتركض واحنا بنركض؟ فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله بشري ومن اليهود تحرري نفديك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود حضن المسيح محمد ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأباء وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله بشري ومن اليهود تحرري نفديك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود حضن المسيح محمد ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأباء وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة أنا مبارح شفتك عند الصبايا كل مرة العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله بشري ومن اليهود تحرري نفديك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود حضن المسيح محمد ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأباء وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله بشري ومن اليهود تحرري نفديك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود حضن المسيح محمد ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأباء وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله بشري ومن اليهود تحرر نفديك
فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود. قديش عمل كاسة؟ خمسة. يا عليها أسير. طلع رفيق. وأنا لمون ونعنع. وسبحان الله بكرة وأصيل. أنا لمون ونعنع بس هلا يسبني يا أمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. يا بنات يا جماعة اليوم عيد ميلاد وهذا لسه بتعزمنا يعني طلع ما مش بتحسن من هيك بنات. هو بمر في حياتي بتعزمنا يعني. أنا لمون ونعنع بس أخبر. والحمد لله كثيرا وسبحان الله وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. يي هلا رح نسلم هويتنا باب المسجد كلنا منكم. الله طلع ما شاء الله اجواء رائعه فعاليات يا جماعه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى هذاك المي مش مثلج عنده الكاس اكبر بس ماشي يلا ماشي حلو. هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذكرك همي يزول فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل لساني وثغري صفي جميل مطعم أبو شكري.